السلام عليكم اخواني اخواتي لاباس عليكم صحتكم لاباس كنتمنى لا فيديو اليوم اكيد تلقاكم في اتم الصحه والعافيه بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله قبل ما ندخل معكم في تفاصيل هذا لا فضلا وليس امرا ما فيها بس ديروا لايك لا فيديو لنا تعليق باش لا فيديو ديالنا توصل لعدد اكبر من الناس بسم الله اليوم جبت لكم واحد الشقه كما كتشوفوا على الدخله كاين صالون الصالون تبارك الله فيه كبير الشقه فيها 73 متر كاري يا اما 71 يا اما 73 متر كاري هذه هي الاطلاله ديالها ها انتما كما كتشوفوا معايا لابارتمون ديالنا فيها صالون وفيها ثلاثه البيوت وفيها كوزينه وحمام وطواليت لابارتمون ديالنا بقى كيما تسلمات من عند الشركه يعني يلاه الناس الناس دايمينها غير سكنه ثانويه يعني كييجيو لا غير في الصيف الصيف على قبل راكم عارفين البحر كيما كتشوفوا معايا على أه الدخله هو هذا الصالون لابارتمون ديالنا جات في الطبقه الثالثه ما كيعطولوني واش الاسانسور كاين ما كاينش الاسانسور السنديكت للعماراه كاين جات في الطبقه الثالثه ما كاينش الاسانسور غتسوي واش داخله في الدم غنقول لكم لا كاين هنايا واحد البليصه ها نتوما كما كتشوفوا على شكل ال اما الواحد كما قالت لي السيده كاين اللي يطيح هذا هذا الصوف هذا الحيط هذا كاين اللي يطيحو وكاين اللي يدخلو مع الصالون وكاين اللي خلاه بحال هكا ودا في ان ال او لا اون طابلا مونجي هذه هي الغرفه الاولى كما كتشاهدوا معنا للاشاره القبصه ما كاينش فيها لو فو لو فو بلافون راه كيما قلت لكم باقا كيما تسلمات من عند الشركه انا راني حاولت نصور لكم حتى الاطلاله علاش علاش كطل هاد لابارتمون هادي عندها نفس الاطلاله بحالها بحال الصالون وهاد البيت هذا فيه جوج صراجم كيما كتشوفوا لابارتمون جات شوكه عندها اطلاله من هاد الجهه واطلاله من جهه اخرى غتسولوني فين جا غنقول لكم في كزنايا هادو الديور ديال الأب ماشي ديال الضحى هادو الديور ديال الأب دالاص كزنايا الدخله ديال القهوه ديال فيرساي راه كلشي عارفه الدخله ديال القهوه د فيرساي كتدخل في ديك الدخله ديال القهوه د فيرساي كتطلع شويه كدور كتلقى هاد هاد العمارات اللواله ديال ديال الأب انا غنصور لكم الاطلاله كنعتذر على هذا الصوت هي جات فوق هادو هادو هنايا هاد العمارات اللي كتشوفو اون فاس معايا قبل الظهر ديالهم كاين ولا الوجه ديالهم كاين القهوه ديال فيرساي كاين اللي غيسولني الدار راه محفظه بالمسائل القانونيه ديالها كامله يعني اللي شراها غيمشي يتكاتب وياخد سويتات ويتوكل على الله كان على هذا الصوت الخارج عن ارادتي شتو هاد الوسيطه هنايا راه ممكن الواحد يدير فيها كليسا كما كيما قلت لكم ممكن يدير فيها اون طابل ا مونجي حيت اون فاس مع لا كويزين وعاد عندي لكم واحد الاقتراح غا صبروا عليا كيما كتقول لكم امي سكرا اللي ما نزه شوفوا معايا مزيان وشوفوا الاقتراحات ديالي هذه الغرفة الثالثة صراحة لابارتومون أنا جاتني كتبان لي من واحد وسبعين متر لأن البيوت تبارك الله معوطين ماشي دوك البيوت الصغيورين تقريبا البيوت راه تكون فيهم ثلاثة على ثلاثة إلا مخفت نكذب هذه الإطلالة ديالهم هنا بالطونوبيل تقريبا تقريبا, تقريبا البحر بعيد عليك واحد ربعة دقايق بالطونوبيل كي اللي غيسولني الناس واش البحر قريب ولا هذا البحر قريب بربعة دقايق بالطونوبيل كاين واحد الامكانيه ان الباب ديال الكوزينه هانتوما غتشوفوه معايا كيفاش كاين قلت للسيده كون درتي الباب ديال الكوزينه كون صلحتي ودرتي الباب ديال الكوزينه اون فاس مع هاد الكليسه هادي باش تكبري الحمام والطواليت تهرسيهم وتكبريهم قالت لي حتى واحد السيده الجاره ديالي راه دارت نفس هكا هاد الباب ديال الكوزينه من هنا يتحول لهاد الجهه باش لا كوزين تمشي كامله ال حتى هي حتى الكوزينه هانتوما كما كتشوفوا راه واسعه مازلنيش فيها حد النص كيما قلت لكم السياره ما حتى شي تغيير باستثناء وقيلا البالكون دخلاتو البالكون راه ها را هو تا هو كبير هنايا كيما كتشوفوا راه هي دخلاته دادات الالومنيوم اولا كان هكا العلم عند الله صراحه حسنا السؤال ما سولتهاش البالكون عنده نفس الاطلاله بحالو بحال سميتو كاين اللي غيجي يسولني يقول لي امي سك هاد الارض مالها بقات خاويه هنا شنو غيديروا فيها غتقول لكم امي سك العلم عند الله ملي كنكون عارفه الحاجه راني كنعلمكم بها ملي ما كنكونش عارفاها راه هذه كيما سولت السيده قالت لي سنين وديك البلاصه بحال أنتم هانتوما انا حليت لكم تا مول الباب باش تشوفوا هاد لي سباس مول الباب ممكن الواحد يدير فيه بزاف د الحوايج وهذه هنايا هي البلاصه ديال الكوزينه كيما كتشوفوا فيها البلاكافات تحت لتحت كيما عطاتهم الشركه هانتوما كيما كتشوفوا معايا علاقتكم قلت لكم هاد لي سباس هنايا ممكن الواحد يدخلو ويديرو في الكوزينه ويدير الباب ديال التواليت يا اعزكم الله الحمام ها هو هنا بوحديته والعاوتاني التواليت الاخرى بوحديتها ممكن الواحد يشركهم ويكبر لان دابا كما كتعرفوا بحال دابا الواحد يعاود الكوزينه والحمام يديد لهم الزليج لان هنا نتوما كما كتشوفوا راكم عارفين القضيه ديال لاكين كيفاش كتكون هنايا يعني ممكن يزلج طلعت الفوق السيده قالت لي بان الجيران ديالها راه صلحو صلحو هادشي كامل انا كيما كتعرفوا كنصور لكم كل شيء وكنوريكم كل شيء بعويناتكم باش تكونوا على بينه من امريكم وهذه هي هنا هنايا اعزكم الله ودابا غنوصلوا للثمن مولاتا كطلب فيها 47 مليون قابل للمفاوضه 47 مليون قابل للمفاهمه هنا راه التنفيسه ديال الحمام كما كتشوفوا اللي بغاها السويرته ديال لابارتمون راهوم عندي اللي بغاها يمشي يشوفها بعويناتو مرحبا و الف مرحبا راه في الجهه ديال قهوه دفيساي كما قلت لكم والثمن شتي انا كما كنشرح هنايا ممكن هاد البلاصه تسد كما قلت لكم انا كنصاوبها شرح بيديه ممكن تسدوا الباب ديال الكوزينه يتبدل من هاد الجهه يرجع الجهة الاخرى هنايا ها نتوما كما كتشوفوا راني كنشرح لكم ما المهم راه ما تنساوناش باللايك وبالبارطاج وبالتعاليق ان التعاليق واللايكات هما اللي كيطلعوا كي الفيديو شكرا لكم وشجعونا باش نزيدو نستافو ونجيبو لكم شقق ولكن حاجه وحده راه الشقق اللي من 30 مليون او 40 مليون راه ما كاينينش كاينين قلالين ماشي ما كاينين قلالين يلا شكرا لكم والسلام عليكم